ننتقل إلى موضوع آخر، إذ ينتقل فريق مبادرة مسرح خيال الظل في عديد من المناطق بقطاع غزة لعرض عملهم المسرحي بطريقة فنية جديدة داخل رياض الأطفال. العمل المسرحي مستوحى من قصة طفلة تعيش في بلدة بيت صفافة بمدينة القدس. يأمل القائمون على المبادرة أن تنجح رغم قلة الإمكانات من تحقيق أهدافها في الترفيه و مبادرة بإمكانات قليلة، هنا يضع اللمسات الأخيرة لعرض جديد داخل إحدى رياض الأطفال، فيتحول الصف الدراسي إلى ما يشبه خشبة المسرح. كمان حاولنا بهاي التجربة أنه ما نقدم مسرح الظل بطريقة النمطية اللي بتقدم فيها بالمنطقة العربية، أضفنا له الألوان، الحركة، الشخصيات المبتكرة، كل هاي الإضافات كانت بتغني النص. قصة إحدى حكايات الجد الفلسطيني لأحفاده، سرد استرعى انتباه الأطفال لسماع قصة البطلة وهي طفلة تعيش في إحدى بلدات مدينة القدس التي لا يستطيعون الوصول إليها بفعل قيود الاحتلال. إحنا بالنسبة لنا أن الشغل مع الأطفال أهم شيء، لأنه أسمى هدف تربوي أنك أنت ممكن تصنعه أنه أنت ترسم ابتسامة على وجه الأطفال، خاصة إحنا بنعاني أطفالنا من ويلات الحرب وويلات المعاناة الاقتصادية والسياسية اللي بيعانوا منها، اللي هي بيعانوا منها الأهالي وتنعكس على أطفالنا. الزي الفلسطيني والحوار التفاعلي مع الأطفال أدوات استخدمها الفريق لتحقيق هدف العروض، عروض سيشاهدها مئة الأطفال ممن هم دون السادسة من شمال القطاع إلى جنوبه. تنوع أدوات الترفيه المتاحة حاليا يصعب مهمة القائمين على إعادة إحياء مسرح خيال الظل، مسرح كان يضم في فضائه محتوى ترفيهيا معرفيا لفئات عمرية مختلفة قبل مئات السنين. باسل خلف، تلفزيون العربي، قطاع غزة. تنضم إلينا من غزة أميرة حمدان، كاتبة وصاحبة مبادرة إعادة تفعيل مسرح خيال الظل. سيدة أميرة صباح الخير وأهلا بك معنا. يعني كما تحدثت في التقرير هيك حاولت الشرح بشكل هيك مبسط ما هو مسرح خيال الظل، أخبرينا أكثر عن هذا المسرح، ما هي أهميته، كيف تكون طريقة العرض وأهميته بالنسبة للأطفال؟ يسعد صباحكم وصباح المشاهدين ويعطيكم ألف عافية. بداية، مسرح خيال الظل هو فن كتير قديم، كان منتشر في الصين قديما وفي بلاد الشام عموما. طبعا احنا استلهمنا فكرة إعادة إحياء هذا الفن لأنه كنا بنشتغل داخل فضاء تاريخي في بيت قديم في البلدة القديمة في مدينة غزة، فكرنا أنه ممكن نوظف هاي الأداة الثقافية لنعبر فيها عن قضايا الشباب أو الفئات المختلفة اللي رح نشتغل معاهم. عروضنا الأخيرة كانت موجهة للأطفال وكانت بتهدف لأنه تكون هي أداة ترفيه وبذات الوقت هي أداة تعلم واستكشاف قيم. أميرة أهلا بك معنا، ذكرت بأن هذه هي أداة من الأدوات، لكن هذا التنوع الكبير الحاصل الآن يعني من الصعب نوعا ما أن يلهم الأطفال، ما الذي اعتمدتم عليه في هذا المسرح إن كان من قصة وكتابة أو حتى من أدوات أخرى على الأقل للفت نظر هؤلاء الأطفال؟ في مسرح الظل الأشياء أو العناصر اللي بتلفت نظر الطفل كتير طبعا متعددة، منها الصورة البصرية، الألوان المتحركة، الإضاءة، الصوت والحركة داخل هاي الشاشة المضيئة. احنا وظفنا كل هاي الاشياء بحيث انه نقدر نثري خيال الطفل ونحاكي تفكيره ونقدم له الاجواء اللي بتضيف له البهجه والمتعه. وكمان مسرح الظل طبعا هو فن قديم، انه احنا نعيد احيائه بهاي الصوره وبهاي الاضافه وهذا التطوير كانت تجربه بصراحه فيها كثير من التحدي، والحمد لله قديش كان في تفاعل، كنا كثير مبسوطين بهذا الفرح الموجود بعيون الاطفال واحنا بنشتغل معاهم. ما ابرز التحديات التي واجهت فريق العمل اميره، وماذا عن يعني اختيار المواضيع ايضا، يعني كيف تم اختيار الموضوع، ماذا كان موضوع العرض او هذا العرض لهذا العام؟ حاولنا احنا بجولة العروض الأخيرة انه ما نركز بس على قيمة الترفيه فقط، يعني استكشفنا قيم موجودة داخل بيئتنا الفلسطينية، استلهمنا ديكور العرض نفسه اللي هو
البيت الفلسطيني اللي بيطل على الحديقة الواسعة اللي فيها هاي الخرفان اللي بتاكل عشب، كل هاي الأشياء اللي احنا حبينا انه نستعرضها بمسرح خيال الظل عشان توصل صورة قديش بيئتنا الفلسطينية جميلة وغنية بالأشياء اللي بتعطينا طاقة. ما أبرز التحديات؟ ربما سألتك عن التحديات التي واجهت فريق العمل. التحديات كانت كيف انه بدنا نوصل للمواد الخام اللي ننفذ فيها هاي العروض. طبعا كنا بنتواصل مع صديقنا واخونا استاذ شادي حلاق من سوريا، وهو ابن حكواتي الشام، هو طبعا ممارس لفن خيال الظل لاكثر من 50 سنه هو والده. حاولنا نتعرف على الخامات اللي بيتم تصنيع الشخصيات منها وكيف ممكن نوجد لها بدائل، لانه بغزه مش كل الخامات دائما تتوفر او مش سهل انه يعني نلاقي انواع من خامات جلود وبلاستيك وهي الاشياء. بس الحمد لله كان في كل مرحله بنتغلب على هاي التحديات ونوصل لنتيجه كثير منيحه. طب جميل، التحدي الاكبر يمكن اميره ان يكون يمكن وصلتم الى تحقيق الهدف، نتمنى ذلك، لكن موضوع الامكانيات، موضوع التكلفه، وخاصه عندما نتحدث عن يعني مسرح يكون به الكثير من الامور التي تتطلب امكانيات، هذا العمل يحتاج إلى استمرارية، وأنتم يمكن عنكم هذا الهدف، هل تستطيعون الاستمرار في ظل هذه الإمكانيات القليلة؟ طبعا فكرنا ببدائل بحال أنه واجهتنا أي مشكلة، كيف كمان إحنا حولنا عروض مسرح خيال الظل من زاوية ثابتة لعروض متنقلة، إحنا كنا بنروح لعند الأطفال ولعند الفئات اللي بنعرض لهم، وكان هذا يعني بشكل إلنا يعني جهد إضافي كبير وتعب للفريق، ولكن الحمد لله يعني تجاوزنا كل هاي العقبات. موضوع الاستمرارية كمان إنه إحنا بنفكر دائما كل تجربة تكون مطورة عن التجربة السابقة لإلها. قبل هيك اشتغلنا مع فئة الأهالي والنساء، قدمنا مسرح خيال الظل بخصوص المشاركة السياسية للنساء، لكن تجربة الأطفال كانت أكثر غنى والحمد لله كانت كمخرجات كتير بمستوى أفضل. نتمنى لكم التوفيق دائما. أميرة حمدان، كاتبة وصاحبة مبادرة إعادة تفعيل مسرح خيال الظل، كنت معنا مباشرة من غزة، شكرا جزيلا لك. يعني هو يمكن جاب عدة مناطق في غزة، وصل إلى يمكن 9 مناطق. صح. هذه